لما ذكره البخاري في كتاب الفتن حديث زينب قالت استيقظ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من نومه فزعا فقال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. قالت يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، إذا كثرت المعاصي، ومن أعظم هذه المعاصي الكفر بالله، ومما يليها في ذلك في الجرم والذنب والخبث مما يندرج تحت هذا الحديث الزنا.